هنا هنراجع الجنرال فيتشرز اوف ريديوس اند النا مع بعضينا. فزي ما احنا شايفين ادي الانتيرور فيو في الاول، فده الريديوس وهنا دي الالنا. في الانتيرور فيو واضع عندي ادي بالنسبه للريديوس في الهيد وادي النك وادي التيوبروزتي. التيوبروزتي باين الانتيرور سيرفيس بتاعها سموث، والبوستيرور سيرفيس هنا بتاعها ايه رف، ودول بيكونوا لي الابر اند اوف ذا ريديوس. اللور اند اوف ذا ريديوس واضح انها اكسباندد ونازل منها على لاترال سايد، ده اللي بيسموه الستايلويد بروسيس. طبعا بين الابر اند وبين اللور اند عندي كل ده اللي اسمه ايه الشافت. ما ننساش في الشافت هنا نبص على اللاين ده اللي هو ده اسمه الاوبليك لاين، ده اللي بيكمل بعد كده على الايه الانتيرور بوردر اوف ذا ريديوس. اما نيجي هنا طبعا نلاحظ ان انا عندي هنا ده الانتيرور بوردر، وده البوردر الثاني اللي بنسميه الانتر اوسيوس بوردر. هنا الانتر اوسيوس بوردر بالنسبه للريديوس يعتبر الميديال بوردر، طبعا من خلف المفروض هنشوف البوستيرور ايه بوردر. ده الكلام اللي احنا بنشوفه على الايه الريديوس نفسه. ممكن يتكرر هنا ده الهيد وادي النك وادي التوبروستي، وده الانتر اوسيوس بوردر او اللي بنقول عليه الميديال بوردر، وبعدين ادي اللور اند طبعا ده الشافت، وادي اللور اند وده اللي احنا بنديله اسم بيسموه الستايلويد بروسيس. وبعدين هنا ده الشافت اهو، وادي الابر اند وادي هنا ايه اللور اند. اما نيجي نتكلم على الجنرال فيتشرز بتاع الالنا في الانتيرو سيرفيس، فهلاقي الابر اند اهي في اول حاجه بروسيسز، ادي الكرينون بروسيس وده كورونويد بروسيس، يبقى ده الكرينون بروسيس وده كورونويد بروسيس، وفي اتنين فصاي او نوتشز. ففي عندي دي النوتش بيسموها تروكليار نوتش، يبقى هنا دي اسمها تروكليار نوتش. مفروض ان هنا في الحته دي اللي هي في نوتش تانية بيسموها ايه الراديال نوتش، يبقى دي تروكليار نوتش ودي راديال نوتش. يبقى انا عندي الابر اند في تو بروسيسز وتو نوتشز، طبعا بالاضافه للانتيرور سيرفيس بتاع الكورونويد بروسيس اوف ذا النا في عندي هنا هو الجزء ده اللي بيسموه تيوبروزيتي اوف ذا النا. نيجي للشافت زي ما احنا شايفين بتاع النا اهو، في بوردر واضح جدا طبعا، المفروض ان عندي انتيرور بوردر وفي بوستيرور بوردر. في البوردر اللي بيسموه الانتر اوسيس بوردر، الانتر اوسيس بوردر هنا بيبقى اللاترال بوردر بالنسبه للالنا. طبعا اللور اند في الهيد وبعدين في البروسيس الثانيه اللي بيسموها الايه الستايلويد بروسيس. لاحظ هنا الهيد بتاعت الالنا ارتكولييتد مع الالنر نوتش اوف ذا ريديوس اللي موجوده في اللور اند، يعني دي الجزء ده بالنسبه للريديوس، في هنا الالنر نوتش اوف ذا ريديوس، بتاخد الهيد اوف ذا النا وبتعمل لي دي الانفيرور راديو النر جوينت، زي ما كان هنا دي الراديال نوتش اوف ذا النا، ودي الاثنين اتحاد الجزء ده الهيد اوف ذا راديوس مع الراديال نوتش اوف ذا النا بيعملوا لي السوبيرو راديو النر جوينت. طبعا السوبيرو راديو النر جوينت والانفيرو راديو النر جوينت دول نفتكر دايما ان دول اسمهم ساينوفيال جوينت عشان فيهم حركه، وكمان بيتم عليهم حركه البرونيشن والسوباينيشن بنسميهم بنقول عليهم بيفوت فرايتي. دي الكلمه دي هنفتكرها كويس قوي على اساس في الجوينتس هتتعاد تاني، لكن اهو بنقولها دلوقتي كده. طبعا نلاحظ حاجه تانية ان الستايلويد بروسيس اوف ذا راديوس اطول من الستايلويد بروسيس اوف ذا النا ب 1 سنتي، يعني الستايلويد بروسيس اوف ذا راديوس اهو اطول من الستايلويد بروسيس اوف ذا النا ب 1 سنتي، او الستايلويد بروسيس بتاع النا اقصر من الريديوس ب 1 سنتي. عشان كده الحركه بتاعت الادكشن التقريب على الريست جوينت تبقى الرينج بتاعها اكبر من الابدكشن، ودي بيسالك فيها في الامتحان يقول لك ليه الادكشن الرينج بتاعته اكبر من الابدكشن في الريست جوينت، تقول له لان الستايلويد بروسيس اوف ذا النا اقصر من الستايلويد بروسيس اوف ذا ايه راديوس بواحد ايه سنتي. هنا نفس الكلام، ده الكرونون بروسيس، ده الكرونويد بروسيس، ده اللي هو عباره عن تروكليار نوتش،
وديت هنا النوتش دي اللي بيسموها راديال نوتش، ده الانتيرور سيرفيس بتاع الكورونويد بروسيس عليها التيوبروستي اوف ذا النا. وبعدين ادي عندي هنا ده الهيد اوف ذا راديوس، وادي الستايلود بروسيس. طبعا هنا ده الانتر اوسيس بوردر بتاع الالنا والانتر اوسيس بوردر اوف ذا راديوس، الاثنين مع بعض المفروض بيبقى بينهم بين بعض فايبرس تيشو او فايبرس ممبرين، اللي هو بيسموه اللي هو الراديو اللي هي الانتر اوسيس ممبرين. الانتر اوسيس ممبرين دوت بيعتبر عبارة عن جوينت، نوع من انواع الفايبرس ايه جوينت، يبقى بين الاتنين دولت في ممبرين هنا بنسميه انتر اوسيس ممبرين. كل الكلام ده بشرحه على الانتيرور سيرفيس اوف ذا راديوس اوف ذا النا. دلوقتي هنشوف البوستيرور سيرفيس اوف ذا راديوس اوف اند النا. فانا عندي هنا اهو ادي برضو لو مسكنا الراديوس، ادي الهيد وادي النيك وادي هنا الراديال تيوبروستي زي ما احنا شايفين كده. ده الشافت بتاع الايه الراديوس، ده اللور اند وده الستايلويد بروسيس. لاحظ هنا على البوستيرور سيرفيس بتاع الراديوس في تيوبركلز وفي جروف، دول التيوبركلز والجروف دولت بيبقوا بتترتب هنا العضلات في البوستيرو كومبارتمنت اهو تحت الايه وات وي كول اكستنسور ريتيناكولم. يعني هنا في عضلات بتعدي في الجروفز اللي موجوده هنا ديت، وبيبقى في هنا 4 كومبارتمنت من الاكستنسور ريتيناكولم موجودين على الدورسال سيرفيس اوف ذا لور اند اوف ذا ايه راديوس، وبتترتب هنا ايه العضلات. طبعا واضح هنا ده البوستيرو سيرفيس، وادي واضح هنا ده جزء من اللاترال سيرفيس في بتاع الراديوس. في هنا راف اريا، الراف اريا دي بتمسك فيها ماسل هنشوفها بعد كده اللي هو الانسيرشن بتاع ماسل اسمها بروناتور ايه تيرس. طبعا الالنا واضح جدا، ادي الاوليكرينون بروسيس وده جزء من البوستيرو سيرفيس بتاع الكورونويد بتاع الاولوكرينون بروسيس، ده من ضمن السب كوتينس ارياس اوف ذا ايه النا زي ما هنشوف بعد كده. وهنا طبعا ده السوبيرور سيرفيس بتاع الاولوكرينون ايه بروسيس، وادي المنظر ده جايب هنا الايه الستايلويد بروسيس اوف ذا ايه النا، واضح زي ما احنا شايفين برضو ان هو اقصر من الستايلويد بروسيس اوف ذا ايه راديوس. وباين هنا ده مكان الارتكوليشن بين او مكان الارتكوليشن بتاع الانتر اوسياس ايه ممبرين. فدي نراجع الاسماء تاني، ده هيد اوف راديوس، ده نيك اوف راديوس، ده تيوبروزيتي اوف ذا راديوس. والبوستيرو سيرفيس بتاع التيوبروزيتي اوف ذا راديوس بيبقى هنا ايه رف، وبعدين هنا راف اريا فور ذا بروناتور ايه تيرز، ده الشافت بتاع الراديوس، ده اللور اند دولت التيوبركلز، وهنا ده الستايلويد بروسيس، هنا ده الاولوكرينون بروسيس، وبعدين هنا النوتش اللي هي راديال نوتش اوف ذا ايه النا واضحه هنا، ده الشافت بتاع النا، وبعدين هنا ده اللور اند اوف ذا النا، دي الهيد اوف ذا النا، ده الستايلويد بروسيس اوف ذا ايه النا.